أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. ننطلق بتحدياتنا بانطلاقتنا بتواصلنا بهذا المهرجان، انطلاقة الشوط الرئيسي للإجداع أبكار، خنجر تخليدا لذكرى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، بالإضافة إلى جيب نيسان باتر ينتظر أحد الأسماء المتواجدة والمنطلقة والمتنافسة مع هذه اللحظات. 6 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة بهذه اللحظات وبهذه الأسماء وبهذه الشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان. نتابع تحديات المقدمة ونتابع الأسماء التي انتثرت على أرضية ماي هذا الميدان متنافسة من أجل هذا الخنجر الغالي. نسير مع البداية ومع تحديات المقدمة باندفاعة سهم لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، هنا يتواجد كما قدم لنا حلب بأول تحدياتي هذا الصباح. الآن يتواجد مع سهم التي تتواجد تحافظ على المرتبة الأولى، بينما المركز الثاني أتابع القادمة بشعار هجر الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم هنا ينطلق بهذا التحدي، يقدم لنا مرموقة مع المركز الثاني. انتقل مباشرة مع المركز الثالث أحد أوراق المشاغب الرابحة، هنا تنطلق بهذا التحدي بسرعة الغزلان بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية يتقدم ويقدم لنا غزلان على المركز الثالث. هنا جاءت لكي تساند سهم على المقدمة ولكي تساندها بانتزاع هذا الرمز. أتابع المركز الرابع القادمة والمندفعة، هنا انطلاقة وتحديات الذهبة لهجن الشحانية مع سالم بن فران المري. الذهبي الذهبي الذهبي، من يبحث عن الذهب من يبحث عن الرموز، جاء بخبرة السنين يتواجد بباعه الطويل في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، يقدم لنا الذهبة مع المركز الرابع. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الخامس، هنا تتواجد دمعة ايضا بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الافاضل للخمس الاسماء الاولى للخمس النجوم المنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط باول نداء، اتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. اعود مع البدايه ومع تحديات المقدمه مع المنافسه والانطلاقه الاولى بتواجد هذه الشعارات المندفعة المتواجدة على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. نتابع هذه المنافسة في هذا المهرجان وبهذا الكرنفال المتميز الذي يتواصل بخامس أيامه وبخامس تحدياته وبهذه الجماهير الغفير التي تشاهد هذا المهرجان. نتابع البداية وانتصفت المسافة يا مضمرين، وبدأ العد التنازلي على الخنجر الذي ينتظر عند خط النهاية. أتابع المقدمة أتابع صدارة هذا الشوط، سهم لهجر الشحانية مع المشاغب ينطلق هنا المشاغب باحثا عن الخنجر الثاني برصيده وبرصيد هجر الشحانية، الخنجر الذي رصد تخليدا لذكرى المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز طيب الله ثراه. هنا الكل يطمح بناموس هذا الشوط، الكل يطمح بانتزاع هذا الخنجر الغالي. نتابع هنا
القادمة والمنطلقة مرموقة لهجن الشحانية مع الشبل الجابر بن سالم بن فاران المري. هنا بدأ يتسلل إلى صدارة هذا الشوط باحثا عن الإنجاز وباحثا عن الانتصار باندفاعة مرموقة على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني سهم بانطلاقها وبتحدياتها وبشعارها المتميز والجميل هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب. هنا ينطلق ويراقب الموقف مع تواجد سهم على المركز الثالث المركز الرابع، أتابع الأسماء القادمة والمنطلقة بهذا الشوط. أتابع الذهبة غادمة بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. هنا يتقدم ينطلق بأسمائها المتميز وتتواجد أيضا دمعة هنا وتنطلق بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس الله 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 الله, الله, الله. وصل شعار الغرافة العوسجية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسالم بن عامر المدهوشي. هنا يا مرحبا بهذا الشعار ويا مرحبا بهذه الشعارات التي تتنافس هنا على أرضية هذه الميادين المتنافسة وهذه الشعارات المندفعة. هذه نتيجتنا، ولكن راقبوا راقبوا الرقم 6. هنا تتواجد الشامخة بشعار هجن الشحانية غادمة مع المشاغب محمد بن خالد العطية. بدأ يشاغب ولكن أعود مع البداية مع المقدمة ومع صدارة هذا الشوط. مرموقة يا مرموقة بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذا الشبل من ذاك الأسد، وصل الأسد بهذه اللحظات. الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الذهبة مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية. سالم بن فاران المري يقدم لنا اندفاع وانطلاقة الذهبة وتواجد دمعة على المركز الثالث العوسجية. على المركز الرابع لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. الكيلومتر الأخير الكيلومتر الخطير. الله 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 الله، بدت المعركة، معركة الكبار. اتحركوا الجماعة، الذهبي 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 غادم بخبرته وبخبرة السنين يقدم لنا شعار هجن الشحانية. دمعه والذيبة، الدمعة مع المداية تتسلل إلى المقدمة بشعار هجن الشحانية مع هنا الذهبي سالم بن فاران المري، وأيضا الذيبة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. العوسجية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. سالم بن عامر المدهوشي مع المركز الثالث. هنا تنافس من أجل الخنجر، من أجل الخنجر الغالي. الله 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 الله، معركة معركة طاحنة من أجل هذا الخنجر، من أجل الخنجر الغالي، من أجل هذا الخنجر. الدمعة مع البداية، الذهبة مع المركز الثاني، هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري غادم بخبرة السنين ينتزع هذا الخنجر. بسم الله ما شاء الله. الله 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 الله، رحبوا يا جماهير التراث، رحب بقدوم دمعة محققة ناموس هذا الشوط. وسلام وتحية واحترام إلى هجن الشحانية وعشاق شعار هجن الشحانية. شكرا يا الذهبي سالم بن فاران المري على هذا العرض المتميز والجميل. دمعة مع الخنجر والخنجر مع دمعة. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني ذهبة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث جاءت العوسجية بشعار هجن الغرافة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع مرموقة لهجن الشحانية مع انطلاقة جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس الشامخة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. إذا المشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل، ها هو الخنجر الغالي، فكانت هنا دمعة حاضرة متوجة بهذا الخنجر. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري على فوز دمعة بناموس هذا الشوط. الكلمة مع الزميل متعب السعيدي.
مشاهدينا الكرام، بالفعل في هذه المشاركة ونجاح أيضا هذه الأشواط لمسافة 6 كيلو، بالفعل نهنهم جميعا على هذه الانطلاقة، كذلك أيضا في هذه المشاركة. فهيد الفهادي، النتيجة؟ تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع دمعة